زينين داخل وخارج السودان وفي كل مكان. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلدكم زين عالم جميل. عدد من اشراقات العالم الجميل كانت في الشهر الماضي نتابعها في هذه الحلقه مع بعض، نشاهد ملامح منها. جميل حاضر في المدارس والدفاتر والكتب. في التقرير التالي نشاهد ماذا قدمت زين لدعم العملية التعليمية في السودان. بتكلفة مالية فاقت 6 مليون جنيه، اختتمت شركة زين دعمها السنوي للتعليم في السودان، ليصل عدد المستفيدين من مشروع الإجلاس في عامه الخامس 30,000 طالب وطالبة، ويصل عدد المستفيدين من مشروع الزي المدرسي 135,000 تلميذ وتلميذة، موزعين في ولايات شمال وجنوب كردفان، الخرطوم، ولايات دارفور الخمس، النيل الأزرق، القضارف، وولاية الجزيرة. نحن في شركة زين لازلنا وسنظل ندعم التعليم والصحة والتنمية، فقد قطعنا شوطا كبيرا في مجال التعليم. حزم دعم التعليم التي تتبناها زين تتشكل من بناء وإعادة تأهيل المدارس والزي المدرسي وإجلاس الطلاب وتقديم المعينات الدراسية التي استفاد منها خلال 5 أعوام 520,000 طالب وطالبة، وذلك ضمن إطار شراكة مستمرة وممتدة مع الولايات لضمان مستقبل مشرق لجيل المستقبل. بداية نحن في تفعيل الشراكات بنفتكر أنه دي واحدة من الشراكات القوية جدا، الشغل مع شركة زين دي واحدة من الأشياء التي تعين التعليم. مهرجانات فرح انتظمت الولايات التي جرت فيها عملية تسليم الزي المدرسي والمعينات الدراسية، وتجاوب غير محدود مع دعم زين وإسنادها المستمر للتعليم في السودان، فجاءت الكلمات معبرة عن التقدير والامتنان، والصورة أبلغ من كل بيان. أبعث بالشكر والتقدير لإخواننا في شركة زين باسم كل المعلمين في هذه الولاية. يا جماعة حيوا شركة زين. زين كعهدها دائما ستواصل ريادتها في إنفاذ مشروعات المسؤولية المجتمعية عبر محاورها الأربعة في الصحة والتعليم وتنمية المجتمع ودعم إصحاح البيئة. الزينين في كل مكان، الله يديكم العافية. زين تحكي قصة نجاح آخر بتأسيس وحدة عناية مكثفة كاملة بمستشفى سوبر الجامعي. هذا الحدث ماذا يعني؟ نفتتح اليوم وحدة العناية المكثفة بزين التي تجي امتداداً لاهتمام الشركة وتفاعلها مع المجتمع وحرصها على تطوير القطاع الصحي بالبلاد. المساهمة بتاع شركة زين أضافت إضافة قوية جداً من حيث المردود الصحي والتعليمي. أولاً السعة السريرية زادت، كنا إحنا بنشتغل بسريرين فزادت إلى 8 سراير، فدي بتتيح فرصة، يعني إذا قدرنا معدل المكث للمرضى 5 أيام بيزيد الفرصة بنسبة عالية جدا، بدل كنا 7 مريضين بقينا 7 8 مرضى. بعض العمليات المعقدة أحيانا تتطلب تجهيز سرير العناية المكثفة، وإذا السرير ما موجود العيان بيتلغي، وده بيشكل مشكلة كبيرة جدا للمريض وللكادر الطبي العامل. فالحمد لله إحنا هسه من فتحنا القسم ما تأجلت أي عملية يعني بسبب نقص الأسرة. هنا نقلت عملت نقلة نوعية
من حيث الأجهزة جاءت تم جلبها. يعني الحمد لله إحنا شغالين بآخر زي ما يقولوا آخر صيحة في أجهزة العناية المكثفة الموجودة في العالم الحمد لله. إحنا بنطمح أنه نصل لمرحلة أنه الجسم بتاعنا يرعى أجسام سواء كانت في الأقاليم أو في المستشفيات الطرفية اللي هي بيسموها العناية المكثفة الإلكترونية اللي هي التالي ICU أو الEICU. أحب أن أشكر شركة زين على مجهود المقدر والقيم في إنشاء وتطوير وتأهيل قسم العناية المكثفة بمستشفى سوبا الجامعي. منظمة مجددون يدن بيد في مشروع إفطار تلميذ للموسم الرابع. لتفاصيل أوفى نتابع المحطة القادمة. عليكم. نحن شباب منظمة مجددون. منظمة مجددون طبعا المشروع الأساسي فيها اللي هو مشروع وقف إفطار تلميذ، بنهدف إلى توفير وجبة فطور يومية مجانية بالنسبة للأطفال اللي هم ما عندهم حق الفطور. بنجي هنا دول المتطوعين من الصباح من بعد صلاة الصبح مباشرة، المتطوعين كلهم من كل الجهات بتوجهوا للمقر، إذا كان عندنا خالة علوية، إذا كان طلبة، إذا كان موظفين بيجوا هنا دول الصباح في البداية بنحشي السندويتشات كلنا، بعدين بنمشي أي زول بيمشي يتوجه بيمشي يشوف الحاجة اللي عايز يعملها. فنحن هنا ده عندنا حوالي 960 سندويتش دي بتطلع يوميا من المقر، من هنا بنوزعها على 16 مدرسة في محلية الخرطوم ومحلية البحري. عندنا 6 مدارس هنا ده في محلية الخرطوم و10 مدارس في محلية البحري، بنستهدفوا يوميا الوجبة دي بيتصلهم وفي وقت مناسب جدا. شارك واربح مع زين. مسابقات مواقع التواصل الاجتماعي ستكون حاضرة بصورة راتبة في مجلتكم عالم جميل بشكل جديد. فايزة سلاف علي من المشاركين دائما في مسابقة زين على الفيسبوك، وما كنت متوقع يوم اني افوز، ولما لقيت اسمي والله بجد تفاجأت يعني، وكنت سعيدة جدا اني فزت معنا زين، وبشكر زين كثير وزين عالم جميل. الاسم عوض الكريم الشيخ بابكر، استلمت جائزة مقدمة شركة زين، وأقول لهم شكرا لكم، ربنا يوفقكم ان شاء الله. محمد التجاني محمد علي، بشكر زين التي غزت الأفق والآفاق وبتشجيعها الناشئة والكهول من أمثالي على ارتياد الآفاق، ولن ينال أحدنا جائزة كهذه. لا شكرا جزيلا. العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة زين السودان الفريق طيار الفتى عروة شرف احتفالية تكريم 64 متدرب ومتدربة من موظفي الكول سنتر. زين تتقدم بالشكر والعرفان لكل المتدربين وتتمنى لهم مستقبلا باهرا في مقبل الأيام. انتوا لسه شغل صغار في السن، بعدين تجربتكم جديدة، الإنسان يكون صبور ويشتغل شغله، وعشان الحكاية دي بعدين بدأ بجزء من تاريخه، يخلص في عمله ويشتغل له، بيدخل في حتة على القطاع الخاص، أخذ خبرة في حتة، حيمشي في حتة تانية، حيمشي في حتة تانية، ويجي إحلال بدله، ودي الطريقة اللي أنت بتقدر تخليك بها يعني كوادر كويسة وكوادر ممتازة. الفاتحة صلى باقي 38.
أتمنى نجتمع كل شهر بمبادرة كريمة من الإدارة العليا لشركة زين لتكريم المتفوقين كل شهر. يا دوب تخرجت بتلقى نفسك انك بتتعامل مع موظفين، بتتعامل مع ام دي، بتتعامل مع ناس يعني لهم وزنهم في المجتمع. فبنشكر الشركه على انها قدمتنا، وبشكر شركه زين واداره الكول سنتر على تكريم لي في الفتره في خدمات المشتركين. تصفحنا معكم هذا العدد من مجلدكم زين عالم جميل، أتمنى أن يكون قد نال رضاكم. ما تنسوا تراسلونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى جديد الملتقى، كونوا على الموعد.